السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة تعليم إصلاح ماكينة الخياطة. اليوم عندنا هاد لاماشين سيرجي لامارك سيتيزن، وهي حاجة مليحة، مي اليوم الموس ماهوش يقصنا الكتام كما غادي تشوفوا. فوالا الموس هنا مراش يقص الكتام. تبعوني كيفاش نجمو تصلحوا هاد المشكل. أولا تحلو هذه عندها واحد هنايا كيما هكذا تحلوه. هذه طريقه سهله تنجموا تخدموها بوحدكم، الا ركزوا مليح الفيديو باش تنجموا تخدموا هاد المشكل. هذا الموس الفوقاني كيما راكم تشوفوا، دونك هنا كي تشوفوه ماهوش مطوندي مع الموس التحتاني، ماهوش مطوندي مع الموس التحتاني. فوالا دونك هنا في هذه الحاله ما غاديش يقص الكتان. فوالا كما راكم تشوفوا عندنا هذا لو طوندور كما راكم تشوفوا. هنايا غادي نحل هذا الميس هذا، وهذا باش نزير الموس الفوقاني. دونك الموس الفوقاني راه بلاصتو، دونك لو طوندور ما راش يخدمنا مليح. غادي نحل هاد البيس لي يجي كيما هكذا. هلا هنا غادي نجيب الطرونفيس كيما راكم تشوفوا، نجيب الطرونفيس هنايا بهذه الطريقه. دونك هنا ندير كيما هكذا كيما راكم تشوفوا. فوالا هنا نجي لهنا البيس هذا اللي حليته غادي نزيره. طريقه سهله تنجموا تخدموها بوحدكم. هنا هنا نعاود نوري لكم كيفاش ديروا الترونفيس هنا كيما هكذا. هلا 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 ديروا كيما هكذا، ومن بعد تجيو الفيس هذا اللي حليتوه عاود تزيره. هلا هلا زيره مليح هنا. هلا دونك هنا عندنا لو طوندور راه مطوندي على الموس كما راكم تشوفوا. فوالا هنا الموس راه مطوندي على الموس التحتاني. تبعوني كيفاش غادي تقص لنا الكتان. هلا الماشين نتاعنا راها تقص الكتان. الاغلبيه من الطوندور تولي الماشين تاعكم ما تقص لكمش الكتان. قلنا هذا هو الطوندور، تحل البيس طبع للوراء هذا فوالا كيما هكذا، ويولي الموس مطوندي على الموس التحتاني، والماشين تاعكم تولي تخدم كيما كانت. فوالا وهذا راه سهل باش تردوه بمليح. هنا هذا راه حاجة سهلة عندكم، هذه ديروها كامل لداخل كيما هكذا، ومن بعد ديرو بهذه الطريقة ديرو البيس تاعكم بلاصتو. فوالا فوالا هي طريقة سهلة كيما راكم تشوفوا. هلا نتمنى راكم فهمتوا هاد المعلومه كيفاش تنجموا طونديو الموس الفوقاني. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.